حمل في قلبه الحب لسوريا وشعبها، وآمن أن صمودها في وجه الإرهاب كان دفاعاً عن العالم بأسره. ليلمس المغني الأوبرالي الفرنسي ستيفن سينشل لدى وصوله إلى سوريا مدى حضور الموسيقى والفن في حياة شعبها. الفن هو أعلى من كل شيء، الفن لا يتم إيقافه ولا يتم إحراجه، الفن لازم يوصل للجميع، والشعب السوري لا يقل عن باقي الشعوب العالم، هو شعب يستحق أنه دائما يظل عايش بالفن وبالموسيقى. أنا أتيت إلى هنا بمحض رغبتي، لأنه الشعب الفرنسي اليوم هو واعي على الحقيقة. المقاومة اللي قاومت سوريا ضد الإرهاب هي لم تكن فقط للدفاع عن سوريا، هي للدفاع عن العالم بأسره، والدليل على ذلك هو ما حصل من اعتداءات إرهابية من كام يوم مضوا في فرنسا. لاحظت وحدة جمال بكل البقاع السورية اللي زرتها لحد الآن. من كم يوم كنت بحضارة أوغاريت، كنت باللاذقية بطرطوس، ورحت على معلولة وصيدنايا. الشعب السوري منح كثيرا للعالم، لا يوجد 100 متر في دمشق نمشي فيها إلا ونجد إنجاز من إنجاز الحضارة السورية.